السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر عاجل وفرحة كبيرة، زيادة في الطريق، قرار مفاجئ من الحكومة بزيادة المعاشات لهؤلاء الأشخاص. هنتعرف على الفئات اللي هيحصل لها الزيادة الفترة الجاية، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، وقبل أي حاجة صلوا على النبي. المعاش هو المبلغ اللي بيحصل عليه الموظف أو العامل من الحكومة بعد انقطاع فترة عمله، بيكون بمثابة راتب شهري بيتصرف ليه سواء ليه أو لعيلته، وهي إعانة على مصاريف الحياة اليومية. بالنسبة بقى للقرار الجديد اللي صدر بخصوص المعاشات، نص على زيادة في معاشات لبعض الفئات المستحقة. من هذه الفئات اللي تم زيادة المعاش ليها هي عبارة عن فئات معينة. أول فئة هي أعضاء نقابة أطباء الأسنان والأطباء البيطريين والأطباء البصريين والصيادلة، وتبلغ الزيادة اللي جاءت على المعاشات 350 جنيه، وبالتالي يصبح مجموع الزيادة الكلية حوالي 1350 جنيه. بالنسبة لميعاد صرف الزيادات، أوضح اتحاد المهن الطبية الموعد الخاص بصرف هذه الزيادة في شهر أغسطس المقبل 2023، وذلك لأعضاء الأكثر احتياجا للزيادة في جميع الفئات، وبالتحديد في أيام 8 و9 و10 أغسطس 2023. هيتم إرسال رسالة نصية إلى كل من هؤلاء الأعضاء على هواتفهم المحمولة لإعلامهم بموعد صرف الزيادات. لهذا كل فرد من هؤلاء سيتم إعلانه بالموعد المحدد عن طريق رسالة نصية في هاتفه المحمول. ديت كانت الفئات اللي هيتم زيادة المعاشات ليها. لو في أي أخبار جديدة هنزل لكم فيديو في القناة، فتابعونا باستمرار، وما تنسوش شجعونا باللايك والشير والاشتراك عشان يوصل لكم كل الأخبار الجديدة. أشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.